السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكل جديد، ولا نوهكم بكيفية استخراج جواز سفر 2023. ونبدأ. يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر عن خطوات استخراج جواز سفر إلكتروني أو أونلاين، وذلك بعد إتاحته من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. رسوم استخراج جواز سفر 2023. ورسوم استخراج جواز سفر حددتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية 375 جنيه، وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه أو تجديده. وبالنسبة لتكلفة تجديد جواز السفر فهي رسوم بقيمة 500 جنيه مصري مع زيادة 400 جنيه للأشخاص غير العاملين لغير الحاملين لمؤهل عالم. كيفية استخراج جواز السفر 2023. خطوات استخراج جواز السفر من الموبايل بسيطة جدا. باستخدام الموبايل يكون متاحا به خاصية الدخول على الانترنت، ثم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، الضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. 1- استكمال الإجراءات بإدخال البيانات. 2- رفع المستندات المطلوبة. 3- التسجيل على الموقع. 4- إنشاء حساب جديد وكلمة السر. 5- بدء ملء البيانات المطلوبة. 6- إدخال الرقم القومي. 7- صورة البطاقة. 8- شهادة الميلاد لمن هم دون 16 عاما. 9- إدخال 9 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4x6. و10- وبالنسبة للذكور ستحتاج إلى شهادة الجيش وصورة منها. 11- شهادة مؤهل دراسي حال عدم ثبوتها في البطاقة ليتم إثباتها في الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب. 12- بالإضافة إلى وثيقة زواج ذات صورة منها للإناث حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر. 13- ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر. أما استخراج الباسبور المصري جواز سفر مصري 2023، ويتيح الباسبور المصري الذهاب للكثير من الدول حول العالم بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة مجانية أو عند الوصول أو بشكل إلكتروني. وهناك بعض الدول التي تطلب الحصول على تأشيرة سفر من سفارتها وقنصليتها قبل السفر إليها. وبهذا قد أوفيناكم بكيفية استخراج جواز سفر مصري 2023. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.